عمر العلي زار في يوم من الأيام مبنى شبكة المجد وتعرف على الاستديوهات وشاف المذيعين عن قرب. اليوم ينورنا عمر في برنامج مجدكم وبنتعرف عليه أكثر وأكثر. يا هلا ويا مسهلا فيكم من جديد في فقرة يلا نتعرف. احنا كل حلقة نتعرف على نجم بطل أو بطلة أو أمور أو أمورة أو بطل وإعلامي نجم في هذا البرنامج. كل حلقة نتعرف على واحد عنده مواهب يبهرنا بالمواهب اللي عنده من إنشاد، من تمثيل، من تقديم، من أشياء جميلة عنده. فبعضهم حتى بعضهم يصلون إلى مرحلة الاختراعات، يخترعون في المنزل أشياء جميلة وأشياء يدوية، فهذا شيء جميل. وأتمنى من الجميع اللي عنده من هذه النوعية أو من هذا الأطفال الجميلين المبدعين يتواصلون معنا ويحتوون، هم يشاركونهم معنا في برامجنا في برنامج أهلاً أهلاً، وكذلك برنامج حي السعادة، وكذلك برنامجي برنامج مجدكم، عشان ننمي هذه المواهب اللي عند الأطفال. معانا النجم والبطل والكبير عمر خالد العلي، حياك الله. الله يحييك. وشلونك؟ الحمد لله طيب. ما شاء الله أنت اليوم ما شاء الله لابس متكشخ مضبط وريحة عطر حلوة، وما شاء الله أنت اليوم نجم. نجم صح ولا لا؟ صح. نجم، أقوى نجم وأكبر نجم، صح ولا لا؟ صح. يا سلام، أنا أبغى النجم عمر خالد ناصر العلي العلي يعلمني إيش المواهب اللي عنده ويحب يطبقها. إيش مواهب عندك عمر؟ قصدك أنا؟ أي حاجة حاجة تحب تسويها في البيت دائماً. سمعت إنك أنت تحب الإلقاء. صح ولا لا؟ إلا صح. وبعد؟ والدبلجة الصوتية. يا سلام. وبعد؟ والتعليق الصوتي زي ما أنت عارف يعني. أي ما شاء الله بطل. أي صف يا عمر؟ أول ثانوي، وعمري 17 سنة. ما شاء الله العمر كله يا رب على الطاعة. زين، من أول شخص عرف إن عمر عنده موهبة في البيت؟ مين اللي قال أنت موهوب، أنت بطل؟ من أول واحد قال لك؟ أمي. أمك؟ إيه؟ الله يخليها لك يا رب. كيف عرفت؟ من مواهبي يعني مثلاً. شافتك مرة وأنت تسوي مواهب في البيت؟ إيه. مثل إيش سويت؟ مثل أشياء كثيرة. يلا تسمعني إلقاء الآن أو تعليق صوتي. يلا عطني، سمعني. يلا ناصر، هذه كاميرتك هنا، يلا عطني. يلا عطني أي تعليق. أي تعليق؟ أي قصدك أي تعليق يعني؟ أي تعليق صوتي. قول عادي لا تخاف. أنا ما أخاف أصلا. عد أنت بطل أدري. عطني إعلان تعلن عن قناة عن برنامج مجدكم. انتظروا القناة برنامج مجدكم كل أحد الساعة الرابعة. يلا أدري عشان أتذكر. انتظروني في برنامج مجدكم يوم الأحد الساعة الرابعة. انتظروني في برنامج مجدكم يوم الأحد الساعة الرابعة مساء. يا سلام، أعطوا تحية. ما شاء الله بطل ما شاء الله. ديه. وسمعت أنك منشد. إيه؟ تحفظ أناشيد ولا ما تحفظ أناشيد؟ اللي أحفظها. تسمعني؟ يلا سمعني. شو من شارة برنامج طاع طاع من برامج المجد أطفال في عام 1429، والحلقات موجودة حتى الآن، وشارة حفظها. ما شاء الله، عطني الشارة. طاع طاع بين الطاع، دور وين الطاع، طاع طاع بين الطاع، دور وين الطاع، شايك اكسب جائزتك، حاول قدر المستطاع، دور بيدين الأطفال مو بيمينه ولا شمال، دور بيدين الأطفال مو بيمينه ولا شمال، شايك واكسب جائزتك مو بيدك يا جلال. يا سلام يا سلام يا عمر، ما شاء الله.
عمر انا سامع انك ما شاء الله تحفظ تواريخ وتحفظ البرامج متى قدمت. البرنامج هذا متى قدم؟ في اي عام؟ في عام 1429 بعد تغيير هوية قناة مجد أطفال اللي النسخة الأولى من الهوية في عام 1428. ما شاء الله ما شاء الله صراحة ما شاء الله الرجل كان يحفظ. أنت لحقت على فعالية الصيف؟ ما لحق وين فعالية الصيف بعد ما لحقت هاي. زي آخر فعالية الصيف آخر برنامج قدمت أي سنة؟ عارف ولا ما تعرف؟ آخر نسخة أي سنة؟ الجزء الأخير من البرنامج فعاليات الصيف في عام 1438. 1438؟ إيه. متأكد؟ متأكد. إجابة صحيحة صح؟ ما شاء الله. وبعد عطوني برامج خلني أختبر ذكاءه خبرة. هو ما شاء الله يحفظ ما شاء الله. برنامج سافر وغامر. وغامر النسخة الأولى. عطني أول نسخة أي عام أو من أي بلد أول نسخة؟ في السعودية ولا برا؟ النسخة الأولى من دبي. ما شاء الله والله صح والله صح. أي سنة؟ أول جزء في عام 1431 يعني عرضت حلقة منه في قناة المجد العامة. أيوة. في فترة مجد أطفال. إجابة صح؟ والله صح والله صح يا جماعة ما شاء الله. أعطوه تحية والله أنت بطل قسم بالله أنت بطل. أنت تحفظ ما شاء الله زين. بسألك سؤال تعرف من المقدمين؟ من الأطفال الموجودين في سافر وغامر؟ من كان يقدم؟ أولهم يعني أولهم شو اسمه مصعب الحمادي. مصعب الحمادي صح هذا أول إجابة صح. وبعد مين؟ في محمد إيش؟ محمد الكتري. الكتري صح. صح. ومين الثالث؟ إذا يلا أنا أتحداك. عارفه؟ شوي يعني ما أعرف. مين مقدم البرنامج؟ طارق. طارق. الشري. لا لا الشميري. الشميري. يا سلام عطوا تحية والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أعيد الحلقات. دقيقة دقيقة بسألك دقيقة بعد الرجاء ما شاء الله حافظ ما اذكر الله قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. متى أعيدت؟ أعيدت الحلقات ولكن من جديد في عام 1433 يعني في شهر جمادى الأولى يعني نفس الحلقات لكن أعيدت في الشهر في العامة ولا الماسة؟ لا في قناة مجد أطفال لكن نفسها لكن من اللي موجودة في الشعار نحن معكم ظهر هذا الشعار في عام 1433 يعني تقريبا قبل يعني شو اسمه والله ما اذكر لك. انت بطل إيه؟ انت بطل ما شاء الله. ومن البرامج اللي من فرع دبي إيه؟ برنامج لاعب في لاعب. لاعب في لاعب. زين قبل ما نروح البرنامج هذا ايش رايك نشوف مقطع فيديو ونرجع؟ ايش رايك قدام يلا قدام خلونا نشوف مقطع فيديو ونرجع بعد المقطع. شوف المقطع معي. رايك فيني يعني انا كويس ولا مو كويس؟ عمر ما شاء الله تبارك الله ولد منضبط يحافظ على الصلاة مطيع لوالديه اخلاقه حسنة تعامله جدا رائع ما شاء الله ويسمع الاوامر ويسمع يعني ينفذ ما شاء الله التوجيهات ويطور من نفسه بشكل ما شاء الله قوي. في مرحلة انت الحين؟ أنا انت في اي مرحلة دراسة؟ كيف عمر في الدراسة؟ اسأله. كيف عمر في الدراسة؟ ما شاء الله تبارك الله عمر ما شاء الله ممتاز ويتطور اكاديميا والمعلمين يثنون عليه ما شاء الله تبارك الله في تحصيل المعلومة ولله الحمد والمنة. شوف شلون اخذونا الكاميرا هذه شوف شلون انت تشوف ايش كثر حلو ما شاء الله
كويس كويس اي والله. ها والله حلو الشغله. ها حلوه حلو مذيع. اي خلاص. اي خلاص تشتغل معنا ان شاء الله. بس ارجع مكانك احنا على الهواء. اي ادري ان احنا على الهواء عشان احنا على الهواء قلت لك تعال اطلع كذا. اي اجمع لك عادي واذا صرنا على الهواء وش المشكله. انت مذيع كويس اوكي وانا مذيع اشتغل معك زين خلاص. ما شاء الله عمر يتميز بإلقاء باللغة العربية بشكل ممتاز. طيب يقول مقطع. ما شاء الله عمر ايش البرنامج الجميل هذا. هذا وين متى عرضته؟ متى جيت طيب عنده؟ في هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض إحدى حلقات برنامج راصد. الراصد نعم صحيح. طبعا نرحب بهم وبالمذيع الجميل. متى قدمت؟ متى جيت ضيف؟ أي تاريخ؟ تذكر ولا لا؟ لا ما أذكر. ما تذكر. حلو. ما شاء الله عندك هذه الوالدة الله يخليها لك أم عمر كانت تتكلم تقول إنك ما شاء الله مجتهد وتحفظ كثير ومؤدب وتسمع كلامها كثير في البيت صح ولا لا؟ صح أنا أسمع كلامها دايم. يا سلام. أنا الآن بأسأل عمر. عمر عطني في المدرسة. أنت في المدرسة إيه؟ هل أنت شاطر ولا مشاغب؟ إلا أنا شاطر يعني. شاطر إيه؟ من أصحاب عمر من أصدقائك عطني ثلاثة أو اثنين. اثنين إيه أسماءهم. أقرب واحد لك في المدرسة. أقرب واحد إيه شو اسمه؟ يزيد الزهراني. يا سلام. وبعد مين؟ وعبد الرحمن الشهري. وعبد الرحمن الشهري ليه تحب تجلس معاهم وتسولف معاهم؟ لأنهم شاطرين؟ إيه شاطرين. ويشاركون مع المدرس؟ إيه. يا سلام. وأفضل مادة تحبها؟ الرياضيات. رياضيات. أسألك سؤال تجاوب؟ متأكد؟ متأكد أنا. بسم الله. أعطيك سؤال صعب ولا مو سهل؟ سهل يعني. سهل يلا بسم الله. 10 ناقص 3 كم يصير؟ 10 ناقص 3 نقص 3 من 10 كم يصير؟ سهلة 8. لا نقص 1. 7. 7 صح. عطوا تحية عطوا تحية صح 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 صح. ما شاء الله والله بطل. عاد أنا أحيانا ما أعرف أتوهق بس أنت ما شاء الله تعد الأصابع وتعرف صح ولا لا؟ صح. يا سلام. زين عطني وجبة أحلى وجبة تحب تاكلها من أمك. أفضل طبق. رز مع دجاج. يا سلام. عاد أنا جوعان أنا جوعان مرة. متى بتطبخها أمك إن شاء الله رز مع دجاج عشان تعزمني؟ والله ما تعزمني ولا ما تعزمني؟ إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله قال إن شاء الله أخذنا موافقة. شكرا يا عمر خالد ناصر العلي على الاستضافة الجميلة. شكرا على وجودك معنا. أنت إنسان مبدع ونجم وإن شاء الله تطلع معنا في برامج أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لكم على المتابعة الجميلة وشكرا لك يا أم خالد يا أم عمر وأبو عمر على هذه التربية الجميلة وعلى هذا الاحتواء الجميل لطفلكم عمر. شكرا لكم. الله يوفقكم إن شاء الله ويجعل بارا فيكم يا رب العالمين. وشكرا لكم على المتابعة في أمان الله.